إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يوجه لاعتماد المواصفات الفنية الدقيقة والتوقيتات الزمنية المحددة في تنفيذ مشاريع سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية. محافظ صلاح الدين يصطحب الحكيم بزيارة لمقبرة حماة الزيارة، والأخير يؤكد حظ الضلوعية موقعاً بتاريخ العراق. أهالي صلاح الدين يحتشدون على منافذ التلقيح ضد كورونا، وعملية أمنية ضد أوكار داعش بين الطوز وكركوك. واتفاق في واشنطن على تغيير مهمات القوات الأمريكية بالعراق، وتحذيرات من استغلال داعش غياب التنسيق الأمني بين المحافظات لتنفيذ جرائمه. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.